لا فاميلي بس بخير، تمنى ان نهاركم يدوز مزيان، تمنى انكم كنتو تتفرجوا في الفيديو كلشي بخير وعلى خير بصحه تامه. اليوم ان شاء الله عندي امتحان مع الوحده ونص، ان شاء الله غادي نمشي نحاول نفلوغي برا ونوريكم الاجواء ديال الامتحان في لافاك ان شاء الله. فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. درت بغيت ندير هذا الفيديو باش نقول لكم تنعتذر انني ما مونطيتش اليوم الجمعه وما لحقتش فلوغ، احتراما للمسلمين اللي ماتوا في نيوزيلندا. صباح ملي تلقيت الخبر من يلا فقش من هذا صح صديقي اللي في ملي مشيت نراجع معاه، كنت داير مع اليوم انا نراجع وني نرجع نمونطي نلوح فلوغ ديك الساعه، مي قال لي الاخبار ومشيت تفرج في فيديو بقى فيه الحال بزاف، والله تبقى فيه الحال. حتى المراجعه ما رجعتش معاهم اليوم، عطاني الوراق وجيت للدار بقيت ما يبقى فيه الحال، جاتني بكي وشحال من حاجه راه خوتنا مسلمين هادو. فتنتمنى منكم انكم تطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات. فهم ما يستاهلوش ديك الموجه في حركك، ولكن الحمد لله وشكرا لله على نعمه الاسلام انهم ماتوا شهداء، و تنتمنى منهم الرحمة يا ربي ترحمهم في النار، و تنتأسفو لعائلاتهم اللي تشردو، و تنتأسفو الناس اللي باقين على قيد الحياة مي معقوبين دابا، و تنتأسفو الناس العائلات اللي طعنو في رجالاتهم و شحال من حاجة. فدونك احتراما اليوم المهم هاد الفيديو غادي ندخلو في لقطة ديال الفلوق باش تفهمو علاش ملحقتش الفلوق اليوم ان شاء الله. غدا ان شاء الله عندي امتحان و يلا بديت دابا تنحفظ، ما عرفت طاح لي المورال. فدونك تنتمنى ان الامتحان يدوز مزيان، وان شاء الله تنوعدكم راه الامتحان انني غادي يكون فلوكيت وغادي يكون لحت الفلوق وغتشوفوا هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. احنا دابا غادي ندوزو الفرن و دعما نجيبو مزيان ان شاء الله. عرفتي هنايا كلشي مستريسي كلشي معصب. 3 hours later احنا يلا سالينا الفرن و غادي للدار. الفرن كان صعيب بزاف ولكن تكون خير ان شاء الله. الله يعاون الجميع. شنو دخلت الكوزينه وبات لي اختي عمرت الماء، قلت لها واش انا باغي نغسل شعرك؟ قالت لي مسكينه انا نغسل لك شعرك. قلت لها لا 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 ما تحشم، واخا اختي تنحشم. قلت لها انا نغسل لك شعرك انا ما كاين مشكل، دابا غادي نغسل لي شعري ونخليكم. Axel.
شنو بصباتي يجيني هكا زعما تقول انا احسن من جنيه وني خليك بيه حاول نصور ما امكن انا علاش ما بغاوش ما خلاونيش نصور حتى لقطه ولكن علاش انا واعر مغربي كيفاش تعرفوا المغاربه ماشي فلوجرز مغاربه ما تبقى في المحل ماشي يقول لهم شوف انا نصور داك اللي تصور صحه انا بعدا منهم حاول نصور لكم لقطات والله ما كذبه كتشوف شوف جاب البورطابلات بغيت ندير تقول وحي داك البورطابل خلي الناس يدوزوا وتردني عامر تما وراك شوف الاماكن تما عامر قاديو عامر بلي سيكوريزي لي سيكوريتي عفوا و نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى ان خفيف عليكم في هذا الفيديو زين ما تنساوش لايك سبسكرايب ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم. Pinacho.